دكتورة سناء الإيماني، طبيبة مختصة في التغذية وطب التجميل. خصنا نحترموا الاوقات ما بين الوجبات، يعني ما ندخلوش ماكله على ماكله، بانه في العيد خاصه في هذا العيد الاضحى تيكون شويه ديال الاوقات ديال الماكله ما تتبقاش مضبوطه من نهار العيد. وحنا كنبداو الفطور ما كيكونش في وقته، الغداء ما تيكونش في وقته، وهنا الانسان يا اما كيجوع بزاف وكيقدر يتحط في واحد الموقف اللي هو فيه جوع بزاف، ما كيضبطش داك الكميه ديال الاكل اللي غادي يتناولها. كيكون ايضا اللحم موجود بكثره وكيقدر يوقع افراط في تناول اللحوم، خاصه حنا كنعرفوا اللحوم الحمراء هي مضره للصحه الى تناولناها بواحد الشكل اللي هو مبالغ فيه. وكينساو الخضروات والفواكه في هذا نهار العيد ونهار تاني عيد، غالبا ما تيكون الخضروات والفواكه شويه محطوطه على جنب ما كيتفكرهاش الانسان. هذه فرصه انهم ياخذوا واحد القسط من الحديد، خاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال انيميا ولا الناس اللي ما كاين الله يكون حسن العوان، ماشي كلشي بامكانه يتناول اللحوم كيف خصها تتناول مره وجوج مرات في الاسبوع. هنا فرصه باش الانسان ياخذ يزود الذات ديالو بماده الحديد، ملي تيشرب معها اتاي فما تبقاش الافاده ديالها، لان سان كيلاتور دو فير كيتسابق مع الحديد باش هو كيتبت في بلاصتو. وتنظن بانه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش امكانيه انهم ياخذوا اللحم دائما، هذه فرصه باش يتنفعوا من الحديد اللي متواجد فيه لانه ذو جوده عاليه. وحنا كنعرفوا بان الحديد كاين ايضا في القطاني وبكثره في القطاني، ممكن نجيو نشوفوا الكميه ديالو اللي متواجده في القطاني فهي اكثر من الكميه اللي متواجده في الحديد، ولكن الجوده اللي كاينه في اللحوم، ولكن الجوده ديال الحديد اللي كاينه في اللحوم فهي انفع للجسم. خصنا واحد ساعتين ديال الفرق ما بين الوجبه واتاي.